هنروح للسكواش مصطفى عسل ويوسف سليمان لاعب لاعبه النادي الاهلي للسكواش هيشاركوا في بطوله بلاك بول اللي بتقام الان على ارض مصر الدوليه مصطفى عسل ويوسف سليمان لاعبه النادي الاهلي للسكواش هيلعبوا بطوله بلاك بول الدوليه واللي هتتلعب في الفتره من الـ 16 ل 20 ديسمبر اللي احنا فيه كانت السيدات اتلعبت الاول والرجال بتلعب الثاني مصطفى هيبدا البطوله في دور ال 16 على طول لانه المصنف رقم ستة على العالم دلوقتي اما يوسف سليمان هيلعب مع الفرنسي فيكتور كورين في الدور التمهيدي والكسبان من يوسف ولاعب فرنسا يقابل مصطفى عسل في ثمن النهائي البطوله من البطولات الكبيره على مستوى العالم وبقى نجوم كبير اللعبه بيحضروها وانهم بيشاركوا فيها بكل الطرق خصوصا ان هي بقت من البطولات المدرجه طبعا على المسابقات العالميه وجوائزها 110 الف دولار وهيبقى نفس الرقم ده ايضا موجود كان موجود للسيدات نفس الرقم ده للرجال يعني مجموعها رجال وسيدات 220 الف دولار دي اخبارنا داخل النادي الاهلي